سيتي بنك أعلن عن إن 54% من الوظائف الخاصة في القطاع المصرفي قابلة للأتمتة. يعني نقدر للأتمتة يعني إيه؟ اللي هي إن هي تبقى أوتوميتد. إن هي تستبدل ب بدل ما هو اللي بيعملها يبقى بني آدم، يتبقى أوتوميتد سواء من خلال روبوت أو من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي. طيب حيث لما نسمع الخبر دوت هيبقى معناه إيه؟ ان في 54% من الناس اللي شغالين في القطاع المصرفي هيقعدوا في البيت. ايوه طيب نكمل بقيه الخبر. كمل. وان دوت هيؤدي الى زياده 12% في حجم التوظيف في القطاع المصرفي. كده مش عكس بعض الجزئين يعني؟ وضحها. لا ما مش عكس بعض، ده اللي بيقوله باشمهندس ده الحقيقه. أيوة كلها نوضح. لكن الناس بتاخد زي ما قلت في الاول، الناس بتاخد نص الحياه وتجري بيها. هو اللي هيحصل ان هيتغير شكل الوظائف. مش هيبقى عندي تيلر قاعد على الشباك حاجه بتخش تديله الشيك تقولي له لو سمحت انا عايز اصرف الشيك دوت. ايوه هيبقى في موجود حد قاعد ورا الشاشه بيعمل عمليه تطوير لعمليات الصرف. بيعمل عمليه تدريب. هو الذكاء الاصطناعي بيقوم على ايه؟ بيقوم على ان انا بدرب وبعلم اجهزه الكمبيوتر الحاجات الخطوات المهارات والخطوات اللي يقدر يشتغل بيها علشان يؤديها بنسبة أداء 100%. طيب النهاردة أنا لو داخل البنك أشتغل، أنا بقعد لي 3 4 5 شهور بتدرب عشان يرضوا يقعدوني قدام عميل. لا هو الكمبيوتر مش هيحتاج دوت. فالنهاردة هتدخلي هيكل البنك هيبقى التيلر ذكاء اصطناعي، هيك هتسلمي الشيك للسكانر للجهاز، الجهاز هياخد الشيك هيقراه هيعرف الاماونت قد ايه، هيطلب منك انت عايزه الفلوس كاش ولا عايزه الفلوس. ده مثال بسيط يعني مش عايز. اوريدي موجود ده مش مهم يعني. في بعض البنوك طبقت ده في الماكينات زي الاي تي ام، جنبها كده بيبقى في مكان لصرف الشيكات اوتوماتيك. لا احنا بنتكلم على حاجه انك هتصرفي وانت واقفه. بس احنا كمصريين لما نيجي بقى في حته الشيكات وكده، لا انا عايز بني ادم بقى اتكلم معاه يعني. طيب. بجد هي نفسيا يعني بعيدا عن. بص حضرتك كلامك مظبوط، احنا لو رجعنا من 5 6 سنين حضرتك كنت تثق ان انت تحول لواحد. لا ما كنتش تثق. الانستا باي ده اختراع. تمام. النهارده يعني انستا باي انت بوان كليك تقدر تحول اب تو 70,000 جنيه. صحيح. وفي اليوم تقدر تحول 120,000 جنيه في الشهر 400، وفي الشهر 400 على الحساب البنكي الواحد.